التعزيزات العسكرية التي حشدتها قوات الاحتلال في جنوب الضفة الغربية لم تحل دون نجاح المقاومة الفلسطينية في تنفيذ عملية أخرى. هذه المرة استهدفت بالرصاص سيارة للشرطة الإسرائيلية قرب حاجز ترقومية غرب الخليل، ما أدى إلى مقتل 3 من عناصرها. قوات الاحتلال أغلقت مداخل الخليل كافة واقتحمت بلدة إذنة غربا ودورة جنوبا وشنت حملة بحث وتمشيط واسعة، فيما نكلت بالمواطنين على الطرق المؤدية إلى الخليل. حكومة نتنياهو قررت توسيع الحرب لتشمل الضفة الغربية طبعا بذرائع وحجج أمنية، لكن في الجوهر هذه خطة سياسية، يعني هي نفس الخطة السياسية التي يريدون تطبيقها في غزة هي نفسها في الضفة، وهي تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، حسم الصراع مع الفلسطينيين بالقوة المسلحة، لا مفاوضات ولا اتفاقيات. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير الذي زار الموقع توعد الفلسطينيين بعقوبات واسعة كتلك التي تعيشها جنين ومخيمها منذ أيام 5. فقوات الاحتلال واصلت حملات الاغتيال والاعتقال وتدمير البنى التحتية في وسط المدينة ومخيمها. ضربوا علينا القنابل وإحنا قاعدين بالدار، كنت بدي أقوم أعجن للأولاد، قاموا ضربوا علينا القنابل ومدتات كل شيء ودشرت ضربت انضبيت بالمطبخ، أنتقل من المطبخ للصالون للغرفة. لما شافونا أنا والحج كايمين قاموا صاروا يضربوا علينا، طخوا على كل الدار. المقاومة في جنين أعلنت مواصلتها التصدي لاعتداءات الاحتلال في كمائن نصبتها في أزقة المخيم، تحديدا في أحياء الدمج والساحة والهدف، فيما عززت إسرائيل من حصارها للمشافي واستهدفت شبكات الكهرباء والمياه لممارسة مزيد من الضغط على السكان. سياسة الاحتلال تستند إلى سياسة الحسم التي تحدثت عنها هذه الحكومة وتبنتها في برنامجها السياسي. سياسة الحسم تستند إلى إما قتل الشعب الفلسطيني وإما طرده وإما أن يكون عبيدا لدى الاحتلال، وبالتالي لا يوجد هناك إمكانية للحديث لا عن دولة فلسطينية ولا عن حقوق الشعب الفلسطيني. وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 110 فلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة. التصعيد العسكري بحسب تحليلات المراقبين هو قرار اتخذه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حماية لمستقبله السياسي. نسرين سلمي، رام الله، الميادين.